الفلفل الاحمر في مميزات الناس بيستعملوه للخزين لطول السنه، يعني الناس بتاخده بتخزنه لطول السنه، البوكسه بياخذوا بوكسه وبوكستين وثلاثه. بالنسبه للفلفل الاحمر بياخذوه بخزنوه، وفي تجار بياخذوه بس برضه بخزنوه ليش للبيع وللمنتجات للاسواق وللمحلات. وبالنسبه لش اسمه المشترى والبيع يعني موجوده في كل الاماكن، لكن بالنسبه للشراء والبيع والاسواق اللي ضعيفه، منتجات السنه ضعيفه يعني مش زي كل سنه. الفلفل الاحمر مشتهر بانه الناس بتلاقيه في الشتاء زي الخزين زي القوت، يعني اشي مميز بنحط على كل اكله، مش انه بتاكل حاله، على كل اكله، كل اكله بنحط بتلاقيه الصبح موجود فيها، في اقبال. بس بالنسبه للوضع الحالي الناس ما صارت تشتري ولا تروح ولا تيجي، والوضع ضعيف. كل سنه بيبقى الاقبال اكثر والناس اكثر وبتشتري اكثر. الوضع الحالي هو الناس اقتصادها ضعيف، الوضع الحالي هذه الحروب بتهزل الناس ما تقدرش تشتري. هذه النبته لما نزرعها سجد الفلفل بتقعد 3 اشهر، وبعد 3 اشهر بدها شهر لما يحمر بصير 4 اشهر، بروح الموسم واحنا لسه يعني مش مستفيدين منه. الاسعار ضعيفه بالنسبه للوضع الحالي، الوضع الحالي هذه البوكسه بتبقى 30 شيكل و40 شيكل. تسكير المعابر وتسكير كل شيء هذا بياثر على المنتج الفلفل. Thank you.